السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير، رجعت لكم في مقطع جديد، شلونكم؟ شو أخباركم؟ بشرونا عنكم. هذا الفيديو شباب تحديث كلاش أوف كلانس الجديد اللي قالوا عنه قبل ساعات، فأنا ما قدرت أنشره لكم نفس الوقت لسببين. السبب الأول إنه أنا مشغول كلش، يعني أنا مو بالبيت أصلاً، هذا السبب الأول. السبب الثاني الأول طبعاً ما أقدر أصور بالبيت. السبب الثاني إنه أريد أفهم التحديث كامل على مود من أريد أوصفه لكم، أوصفه بطريقة راح تفهموها 100%، يعني ماكو أي شيء يختلف. فخلينا نبدي بالتحديث. بسم الله. طبعا شباب التحديث نزلوا ليش؟ على مود يرجعون الناس الى كلاش اوف كلانس، لان هواي ناس ظلوا ما يلعبوها، انا من ضمنهم. ما ادخل على اللعبه فقط اذا اجى ببالي اهجم، وطبعا قاعد اهجم جيش غالي حجر وبيكا وهالشغلات، لان اريد اتونس، ما قاعد اهجم بجيش تجميع ارشر بربر. فقاعد تلاحظون قريتي ما قاعد تتطور بسرعه. فنزلوا هم شغله شيء خرافي، شيء مجنون، شيء رائع. من جابوا فكره من كلاش رويال انه نقدر ننافس بالكلان نفسه. هسه تقولي احمد شلون انافس صاحبي؟ انا اقول لك شلون. هم قالوا انه اول ما تروح على هالمكان، ما تفتح المراسله، راح تلقى فوق دقمه او زر او ما ادري شو يسمونه، ما ادري شلون شكله. المهم انا حاط لكم اياه صوره قدامكم، نفترض انه هيك شكله، بس هو بهالمكان تدوس عليه راح تنافس صاحبك. بس طبعا من راح تدوس عليه؟ راح قبل الشخص يهجم على قريتك، حلو، مو انت تهجم على قريته. فاذا انت دست هاي العلامة وراح تطلع لك تختار انت تكتب اللي تريده وتدوس اوكي، شخص اللي بيكلام من يضغط عليه يس هو راح يهجم على قريتك. طبعا الست تقول لي احمد شلون يعني اخاف اخسر موارد، اخاف اخسر الجيش؟ طبعا شباب مباراة ودية، يعني شنو؟ يعني تهجم ما ينقص من جنودك اي جندي، ثانيا ما تخسر اي موارد، يعني اذا هجم عليك شي يعني وينسي. طبعا شباب تقدر، هو الشركة هم نفسهم قالوا تقدر من خلاله تسوي دوري كلانات، العفو دوري بالكلان. فهاي الفكرة مع الدوري مو مني، ادخل على الموقع، راح اعطيكم الموقع، او انتم دخلوا على صفحة كلاش اوف كلانس على الفيسبوك، راح تلاحظون قدامكم انه هيك قايلين، راح يقولون دوري الكلانات او دوري الكلان. هم احنا نضيفه، شلون نسوي بالكلاش رويال؟ نفس الشيء اكو بالكلاش اوف كلانس. طبعا نروح الان على الشيء الثاني. الشيء الثاني انه خلوا نزلوا اليوم، نزلوا المجوهرة وحدة للجميع، الدارك براكس او الجولد ستورج، لا العفو جولد الكسر، هاي شغلات يعني ما تجميعات المصانع. المهم هاي الشغلات حطوها بمجوهر وحدة فترة، اوكي تعبت من حج ادري. الان راح نروح للشيء الثاني الجديد، وهو موعد نزول التحديث. التحديث حاليا ما قالوا وقت معين، يجوز 18 بالشهر، سمعت انا 18 بالشهر، واكو ناس سمعوا بعد يومين ثلاثة ايام اربعة ما ادري، لكن قريب جدا جدا، يعني يجوز باكر، يجوز بعد يومين، يجوز هسه، يجوز ما ادري. هم قاعد يشتغلون عليه، قاعد يرتبون. فطبعا انت شلون قلت لكم على الطريقة، كل شيء قلت لكم عليه ما ياخذ منك جنود، ما ينقص منك فلوس، ما يخسر منك كؤوس. هذا كل التحديث اللي راح ينزل ان شاء الله باقرب وقت ممكن. وصلنا لنهاية الحلقة شباب، ان لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة اذا كنت جديد. شكرا للمتابعة لكم، ادري متأخر لكن هذا هو، انا احب انه افهم الموضوع بالضبط بعدين يلا اجي انشر لكم عنه. وصلنا لنهاية الحلقة شباب، اراكم قريبا، سي يو ليتر، في امان الله.